نفسه الأفضل دائماً، وأن من حقه أن يسود الآخرين دون اهتمام بآرائه. حكاية الفيل الضخم مثلاً. السيدة في الغابة الفكرة نالت إعجابه، لو يغدو السيدة في الغابة الفكرة نالت إعجابه، نادى بالكل ليجتمعوا وبلطف خاطب أصحابه، خاطب أصحابه وتساءل من منكم يرضى أن تبقى غابتنا فوضى؟ أولسنا نحتاج كبيرا كي يملأ بالخير الأرض؟ ما دمت أنا الأكبر جسما والأقوى والأكثر فهما والأعلى صوتا والأذكى تفكيرا والأعظم علما، أنا لست أرى خيرا مني، ليكون السيد في ظني، لست أرى أعطيكم عدلي وحنان وتعيش الغابة في أمني، وسأجعل غابتنا أحلى، غابتنا أحلى أغمرها عشبا أو فلا، هل فيكم من أحد يأبى؟ فأجابوا في خوف كلا، لا 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 لا. لكن الفيل وقد صار سيدهم أصبح جبارا، لكن الفيل وقد صار سيدهم أصبح جبارا، يسلبهم إن جمعوا عشبا ويعيش كسولا ثرثارا. مرت بالغابة أزمان فيها قد شقي السكان، مرت بالغابة ما عاد الطير بها يشدو وعليها حلت أحزان. جاءوا يشكون فما استمع شكواهم وأبى وامتنع، أرنب قد حفرت نفقا في الأرض به وقع. وهنالك نادى يعتذر لما أن أدركه الخطر، هزمته الأرنب وانطلقت تلهو في الغاب وتفتخر، وهنالك نادى يعتذر لما أن أدركه الخطر.